هو انا ليه عديت اللقطه بتاعت محمد شريف وكهربا وحسين الشحات لما راحوا مسكوا علم فلسطين، وما عديتش لقطه يوسف البلاوي لعيبه منتخب الجزائر لما مسكت علم فلسطين واحتفلت بيه بعد الفوز على المنتخب المغربي؟ اشمعنى اتكلمنا هنا وما اتكلمناش هنا؟ الامر بسيط، السوابق عزيزي، لما لعيبه يكون عندها سوابق في مواقف معينه لازم تطلع تتكلم عليها وتديها الريسبكت والشابو ان هي مستمره على نفس المواقف. انما لما لعيبه تقرر ان هي في يوم من الايام يبقى عندها موقف بدون سابق انذار، فانت محتاج تسال هو ده موقف ولا اللي هو يلا في حد رمى عليا العالم هشيله وخلاص. انا بالنسبه لي حسيت ان هو لا، في حد رمى العالم من بره وفي حد راح جاب العالم ومسكه ويلا نخش في الترند بتاع رفع علم فلسطين. انا شفتها كده، وخصوصا لما لقيت ان هو مع حسين الشحات ومع كهربا، لان كل الناس اللي قديمه عندنا في القناه عارفه رايي في حسين الشحات وكهربا، ان هم لعيبه بيجروا ورا السوشيال ميديا اكتر بكتير قوي من تركيزهم في الملعب، وان هم تركيزهم مع السوشيال ميديا واللي السوشيال ميديا بتقوله اكتر بكتير من الملعب. فلما لقيت حسين الشحات وكهربا ماسكين العالم قلت بس في حفله هتحصل على السوشيال ميديا. فعلا الحفله بدات واخوانا المغاربه قال لك لا لا محتاجين نعمل تايم اوت، هو كل اللي بيلعبنا بيمسك لنا عالم فلسطيني في ايه يا جماعه؟ احنا عرب زيكم برضه ومتعاطفين مع القضيه زيكم. وبعدين في ثانيه بس، الجزائر ما عندهمش علاقات، انما انت عندكم علاقات زينا هنعملها على بعض. لا عيب، عيب اللي انتوا بتقولوه ده، عيب اللي انتوا بتقولوه ده. قال لك ما دي الحقيقه، انهم عادي كهروب وحسين الشحات ما عرفوش حاجه وبيزيتوا، اعتبروهم عادي يا جماعه، عادي كباتن الفرقه بتوعنا عادي يعني. شيناكا بيحتفل مع الجمهور هنا، وهنا بدر بانون كان بيواسي لعيبه الرجاء هنا، وعلي معلول في النص قاعد بيجري على لعيبتنا الاساسيه كده. انما احنا مالناش دعوه بحسين وكهربا، مالناش دعوه بيهم يا جماعه والله، دول مالناش دعوه بيهم، دول بيجيبوا لنا الكلام. ده حتى عمرو اديب طلع يتكلم في القصه وطلع يقول لك ايه، احنا نقبل ان علم مصر يكون جنبه العلم الفلسطيني اللي هو ايه يا عم. عمرو اديب طلع يرد والله يا اخي. ادي الفيديوهات بقى الواحد ترفعها الساعه 4 الفجر، اللي هو بسم الله ما شاء الله كده كده ما حدش يرد عنها، لا جمهور الاهلي ولا اخواننا المغاربه ولا حتى المناصرين للاعلامي عمرو اديب. دي الفيديوهات اللي ترفعها كده الساعه 4 الفجر وتقعد تدعي ان هي ما تجيش مشاهدات. زمان كنت برفع فيديوهات على مرتضى منصور وكنت بقعد ادعي ان ما تجيش مشاهدات، عشان لو مشاهدات كانت كنت هلبس الحقيقه. بصراحه في فيديوهات كده بترفعها اللي هو مش عايز يجيب مشاهدات، انت عايز بس انك تطلع طول اللي في بطنك. واللي في بطن ان في لعيبه جت تشارك في ترند، الترند لبس منها في الحيط. جم يشاركوا في ترند رفع الاعلام، فرفع الاعلام لبس منهم في الحيط ودخلوا في قضيه اكبر منهم بكتير وهم ما يعرفوش ابعادها. الابعاد بتاعتها بالنسبه لهم ان هم ياخدوا العلم يصوروا بيه لقطتين يرفعوا على انستا وخلاص جبرت بالنسبه لي. انما ما بعد رفع العلم وما بعد الانستا ما اعتقدش ان هم كانوا مستعدين لكل الحمله اللي حصلت ضدهم. بس بصراحه اقدر اقول ان هو ده مصير الغبي، ان لا يعمل حاجه وما يكونش عارف رد الفعل بتاعها. انا بقى اعمل فيديو رفع الساعه 4 الفجر عشان محدش يتفرج عليه. مش غباء ده يا باشا، ده وجهه نظر.